كافيين معكم عالم الصباح، وتعالوا لعنا شموا الروايح اللي عم بتصير بالاستوديو ورح تعرفوا شو عم بيصير فينا. ورشة ملح. يوم الجمعة وبكرة السبت وبعد بكرة الشعنينة، يوم الجمعة وبكرة السبت وبعد بكرة الشعنينة، ويوم الجمعة وبكرة السبت. ينعاد على جميع بالصحة والعافية. بعتقد هذا الأسبوع من أجمل الأسابيع للأولاد الصغار. أنا بكيف يعني شغلة كبيرة. ومرجع متذكر نحن بس كنا أولاد صغار ومنروح منفتش بالألبومات ومنشوف صورنا، أهلنا حاملينا كمان بهالشمعة الحلوة، أوكي، يلي كمان بتزهر كل قلوب، وإن شاء الله كمان يكون كل قلوبنا مثل هالشمعة المضوية. أوكي، بسرعة اليوم حكينا قبل على موضوع اللبنة، ليكوا على حديثين كيف متناقضين. اللبنة مع الجوز، واو ما اطيب. اللبنه مع اللوز، واو ما اطيب. بنفرم اللوز او الفستق الحلبي مع اللبنه بتعقد بتجنن. بس شو عملت؟ جبنا الباف بيستري او اي عجينه بدكم، حطيناها بالفرن، عملناها هيك مثل الكيسه بطريقه كمان كثير حلوه لذيذه. وبعدين هلا عم نشوف الوصفه على الهواء، وبعدين هلا كمان عم نشوف كمان او بدنا نشوف كيف بدنا نحشيهم هاللبنه. بس قبل بدي اعمل شغلي، هلا عم نكتب الوصفه على الهواء، بس انا عم بعمل شغلي تاني، عم حضرها كرميل على الساعة 12 بس نطلع سوا. قصبي. طلع. كلكم بتحبوا القصبي، كلنا بنشتري قصبي، نحن عنا عادة بلبنان بناكل القصبي كمان ني، هيدي العادة إذا بنحكيها قدام إنسان تاني عربي يمكن أو أجنبي بتضحك، هي بتاكلوا القصبي ني؟ أوكي، مهم، تبقى عنا قصبي بدنا نستعملها. قبل ما نقلي القصبي لازم نعمل شغلة، لازم نجيب كيس نحط القصبي بقلب الكيس، تطلعوا هالعلومية الحلوة هيك، طلعوا كيف؟ من بعد ما نكون قطعناها مع كمان اذا بدنا اللي تبعولها، وبنجي نحن طلعوا كيف بنحطها بهالطريقه، وبنروح يا شيف شادي لوين بتصير حبه حبه كلهم. وهلا بحطها شوي صغيره بالفريزر، ومن الفريزر بعد ربع ساعه بيكون كمشت على بعضها شوي، بحطها بقلب الزيت. هلا بتشوفوا بعدين شو رح اعمل. خلوني هلا ارجع عقم ايدي وانتقل على الشمال. انا اليوم رح انتقل على الشمال بعد الظهر، بس هلا على شمال كمان مطبخ الشيف شادي حتى نشوف الباف بيستري كيف بدنا نحشيها باللبنه والنعنع والجوز. واو، رولا تطلعي بهالمشهد الحلو، طلعي بهاللقمه الحلوه. لبنه عاديه اللي هي اللبن الجامد، اللبن من دون او الزبادي من دون مي، حطيت له جوز مفروم ونعنع مفروم طازه من دون اي اضافات. جينا حطيناهم بقلب هالستاك ابوش بهالطريقه الحلوه هيك. ولا كمان عنا الشعنينة قربت، فممكن يكون هيدا ابيتايزر او ترويقة بتعقد نهار الاحد. وتطلعوا شو عملنا. لازم نعمل شغلة. زيح يا شيف شادي من هون. هيك بتطلع. طلعوا كيف خبزناها. خبزناها بالطريقة اللي ما كان معنا صار معنا. طلعناها لبرا. في عنا هل بقلبها حطينا نحن من الفاصوليا او حبوب من الحمص، حبة حبتين يعني. طلعوا كمان كيف بيطلعوا لبرا. بيطلعوا برا بهالطريقة، ها نزلوا صارت فاضية. بجي انا شو بعمل؟ بجي انا واو واو واو، طلعوا هيك شو حلوين بيطلعوا بهالطريقه. بزينهم برجع انا كمان بالنعنع، فيني زينهم بحبه من البندوره وعليهم من فوق او الفستق الحلبي، طلعوا شو حلوين. او بروح على الجوز المفروم، ترويقه حلوه، عصرونيه حلوه، على البوفيه حلوه، على عشاء حلوة قبل ما نبلش. أو بكمان صوروا نحن عم نتعشى بازيلا ورز يا رولا، وحدا يجيب لي باف بيستري محشية لبنة وجوز مثلا تاكليها. باكلها وباكل الصحن كله. نرجع لعندك. ثانكيو لك. خبيهم بليز للصحن على جنب لأنه راجعين لعندك على المطبخ. أما هلا صرنا حاضرين لنحكي مع ضيفتنا بخصوص نشاطات الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. معنا مها باز، أهلا وسهلا فيك. حضرتك مديرة مكتب القبول وعضو لجنة الأنشطة بجامعة الأم يو بي إس. اليوم حضرتك معنا لنحكي عن النشاطات يلي بتتضمن الجامعة ويلي طبعا هن كتار، وعم تحاولوا تقسمون يمكن نشاطات بيئية ونشاطات أكاديمية. بالبداية خلينا نحكي عن نشاطات لتلاميذكم ولتلاميذ الثانويات بعلي يلي عم تقوموا فيهم هالنشاطات، مثل شو وعلى شو مرتكزين؟ هلا النشاط اللي جايين بالاساس نحكي فيه اليوم هو نشاط الاوتدورز. نعم. صار له فتره طويله نحن بنعمله، بصير في تغيير بسيط بطريقه الابروتش له يعني. اجمالا ات انفولفز الهاي سكول ستودنتس، تلاميذ المدارس الثانويه، الباك 2، البيتي 3،
الهاي سكول وتلاميذنا كمان اللي هو نحن عم بيصير في عنا التركيز اكثر واكثر عليه. عم تجمعوا عده اعمار. مزبوط. اوكي. فبهمنا نحن التلاميذ يجوا يمضوا، تلاميذ ثانويات بيجوا يمضوا نهار كثير حلو، بيتعرفوا بيشوفوا تلاميذنا نحن what they're capable of. يعني نحن بيتخللوا بالاخص اخر كم سنه صار النشاط عم نعطي فرصه لتلاميذ اللي مثلا اللي بيدرسوا ماركتينج عندنا بالجامعه انه فرصه يطبقوا الشغلات اللي عم يتعلموها بالصف بالثيوري، الماركتينج ميكس، البرودكتس، السيرفيسز، يقوموا يطلعوا هن بافكار نعم ويقدموها لهول التلاميذ اللي بدهم يجوا واهلهم واصحابهم. اتس ان اوبن داي بالجامعه وبيتباروا مين في مثلا يبيع اكثر كميه من البرودكت او سيرفيسز، مين بيجذب اكثر عدد من الكاستمرز للستاند تاعه. سو هيدي شغله تطبيقيه. الشغله الحلوه اللي عملناها السنه انه كمان دمجنا الماركتينج ستودنتس مع الجرافيك ديزاين ستودنتس، سو مش بس الماركتينج عم يطبق شو عم يشتغل، الجرافيك ديزاين عم بيطبق كمان الكونسبتس اللي عم يتعلمها بالكوربريت ايدنتيتي اكيد. سو مثل ادفرتايزنج عم بياخذوا ريل ادفرتايزنج اكسبيرينس، انا كيف بدي ابرز هيدا ستاند، كيف بدي اعمل له بوستر، كيف بدي اعمل، كيف بدي افكر بالكاستمر جيرني، كل هالتفاصيل هيدي اللي عاده هيدي سكيلز يعني كومبتنسي سكيلز بتميز تلاميذنا بعدين بس يتخرجوا بكل هالخبره العمليه اللي عندهم غير ستاج وغير التفاصيل الثانيه اللي الجوب فير مثلا اللي بنعمله تفاصيل ثانيه. المهم بالبدايه يكونوا من الجامعه عم بيقدروا يطبقوا أكيد. كل الدراسه اللي عم اكيد. فنحن هيدا نهار بيسكلي بنشتغل عليه. ومن ناحيه التسليه كمان اكيد في تالنت شو لتلاميذنا وسو اون سو فورث، اتس ا بيوتيفول اوبن داي كل النهار بيكون. من اي متى رح يكون؟ رح يكون ب 27 الشهر بيكون نهار احد. 27 الشهر 27 الشهر هيدا 27 ابريل بيسكلي نهار احد من الساعة 10 لتنتين 3 4 5 قد ما يمد معنا بمد بيسكلي. اوكي. اذا بدهم يتواصلوا معكم مدارس ثانية على بالهم يشاركوا بهيدا الحدث اكيد فيهم يتلفنا على 05556628، فيهم يفوتوا على الويب سايت تاعنا يعرفوا ارقامنا يعرفوا الايميلز يتواصلوا معنا بهالطريقة ونحن اني ويز دائما على تواصل مع اكيد المدارس. ايه. في نشاط عم يبدا اليوم؟ ايه في نشاط كثير حلو اليوم هو هيدا فئة ثانية من النشاطات. نحن مش بس بنركز على نشاطات أكاديمية كمان في عنا هلا النشاط هيدا بيئي ذو طابع بيئي اليوم اللي هو اسمه الجرين داي. هيدا تلاميذ اللي عم بياخذوا انفايرمنتال ساينس ونيوتريشن اللي هن من ضمن الفاكولتي اوف هيلث ساينس او كلية العلوم الصحية اللي هي أجدد كلية عنا بالجامعة حاليا، طلعوا بفكره انه يعملوا نهار سنترد على كونسبتس مثل الاورجانيك فود. فتحوا جديد هيدي الكليه، كليه العلوم الصحيه. نعم. صار السنه مبلشه يعني من اول السنه الدراسيه هيدي، فتلاميذها كثير نشيطين اوريدي. فعملوا الانفايرمنتال كلوب وهيدا الانفايرمنتال كلوب بتعاون مع اساتذتهم اكيد بالنيوتريشن وبالانفايرمنت وبالكيمستري وبالفيزيكس، عم بيعملوا نشاطات حلوه كثير اليوم اللي هي سنترد اراوند الريسايكلينج، الاورجانيك فودز، نشاطات اوت دورز. يعني هلا في سباق مثلا عم بيصير سباق الدراجات هلا حاليا عم بيعملوه بالتعاون مع بيروت باي بايك، بعدين رح يصير في رح يعرضوا تلاميذ البرودكتس اللي عملوهم من ريسايكلبل ماتيريال هن الجرايد هاند ميد يعني هاند ميد برودكتس كونسبتس هن عاملينهم فروم سكراتش رح يعرضون كمان. واون بلس كمان رح يعملوا بعدين عرض للاورجانيك فود تيبل، سو كمان شو وات كايند اوف اورجانيك فود كان وي ايت، هاو كان وي بريزنت ذم بطريقه ابيلينج للعالم ينصحوا العالم بالنوعيه الاكل الصحي اللي كيف ممكن يحضروها كمان بطريقه طيبه هيك يقدروا. هن خضعوا قبل ل training او لصفوف او لورك شوبس هو تطبيق عم بياخذوا انفايرمنتال ساينس، عم بياخذوا مثلا بيسكس اوف ريسايكلينج وهالتفاصيل، عم بياخذوا نيوتريشن اند فود ساينس. سو هول التلاميذ دائما عم بيكونوا عم بيطبقوا الشغلات اللي عم يتعلموها بالصف بطرق عمليه كثير حلوه بطريقه تنفعهم انهم تنفع المجتمع حواليهم، لانه اكيد هول الديز اوبن عم بيكونوا للمجتمعات اللي حوالينا اكيد. طب ما قد ايه بتلاقي برايك ومن خلال خبرتك ووجودك مع التلاميذ قد ايه برايك عم بيكون في نوع من وعي كبير بالبيئه والتلاميذ عم يحاولوا انهم ينخرطوا اكثر بنشاطات يقدروا يمكن يوعوا هن مقتنعين بهذا الشيء او بس لانهم عم ياخذوا كورسات برايك؟ يعني هل عم نوصل لمرحله انه نحن عن جد صار في عندنا وعي بيئي غير عن الجيل اللي قطع قبل، بما انه مع انه
بتصرفاتنا ما كثير بتلاقي هي بتصور قصه توعيه، وهيدا الشغله اللي نحن كثير بنركز عليها بالجامعه، انه التلميذ عندنا مش بس تلميذ جاي يحضر كورسات ويفل، لا هيدا التلميذ بده يستفيد من خبره الاساتذه اللي حواليه، من الدايفرسيتي اللي موجوده بين التلاميذ، اختلاف اطباعهم، اختلاف بيئاتهم، اختلاف الباك جراوندز تاعهم، لحتى كلهم يجوا مع بعضهم ويطلعوا بافكار جديده، يعملوا شغلات جديده، ومنوعيهم على انه نحن مش بس بدنا نعمل شغله نستفيد منها نحن، التلاميذ مثلا هلا مثلا اللي رح يطلع اللي لو طلعوا مثلا عملوا فند ريزنج معين او طلعوا بيرجعوا بيستفيدوا ليعملوا نشاطات ثانيه للجامعه ليستفيدوا ليفيدوا اللي حواليهم، سو في نوع من الوعي نحن بنجرب نشدد على التلاميذ وبنعمل مثل سوشيال ايفنتس، عملنا حمله تبرعات بالدم السنه الماضيه اند سو اون سو فورث، في كثير بنركز على نشاطات بيوند بس الكلاس روم. وشغله حلوه كمان ثالث كاتيجوري يمكن من النشاطات نشتغل عليها اللي هي بتهتم بالابتكار الانوفيشن، هي شغله كثير نحن مرتكزة عليها، والانتربرنور شيب تنميه روح الابتكار عند التلميذ، انه انا اذا بطلع بفكره جديده او وهيدي فاتحينها ككومبيتيشن نحن اليونج انتربرنور 2014 عملت السنه الماضيه والسنه هي عم تتكرر. بيقدموا تلاميذ كمان المدارس اتس اوبن لتلاميذ المدارس يقدموا افكارهم كونسبت جديد كونسبت جديده، مثلا السنه الماضيه قدموا كونسبت مثل مثلا اورجانيك فيرتلايزرز، قدموا فكره الستم سيل بانك مثلا لحتى يقدروا بعدين تو ريجنريت اورجانز اف نيد بي، يعني في شغلات فيري كاتينج ايدج وفي شغلات عمليه ممكن نعملها هلا. سو هول التلاميذ المدارس بيطلعوا بالافكار هيدي وبيقدموها بيطرحوها على جوري. رح تصير هيدي الكومبيتيشن كمان ب May 26 باليونسكو. كل لكل المدارس المشاركه، الديدلاين انه يشاركوا معنا هو اخر الشهر باي 1st of May is the last application. هيك بكبروا القلب. شو هو نشاط الساينس رالي؟ الساينس رالي هذا نشاط كمان لحتى يوعي يحس التلاميذ بالبيئه اللي حواليهم، انه انا مش بس بدي ادرس الكونسبتس بالكتاب، بس كي شو تطبيق هاي الكونسبتس بالحياه العمليه، ليش السما زرقاء؟ ليش فور اكزامبل بس نطلع الكنزه من الشافي او يكون هيك بصير في احتكاك بصير طقطق؟ those kinds of concepts. So the faculty of health science نحن عنا وفي عنا كتير دكاترة شاطرين عم يشتغلوا على list of questions بالتعاون مع جامعة من جامعة Durham University بالUK مثلا و and so on so forth و Harvard University لحتى يطلعوا بليستا لتقريبا شي 100 سؤال ورح يتباروا مدارس، رح يتنقى 12 مدرسه رح يوصلوا معنا على التصفيات، بيتباروا تلاميذ الباك 1 عندهم okay. اربعه تلاميذ من كل مدرسه من كل تيم، رح يتباروا مين الاسرع يجاوب على السؤال، ذاتس واي اتس كولد رالي. رح يصير هيدا الايفنت بالدامور بفرع الجامعه بالدامور ب 2nd اوف ماي بثاني ايار. كيف بدهم يتواصلوا معكم للراغبين بالمشاركه؟ اكيد فيهم يتلفنوا على ذات الرقم اللي حطيته قبل، فيهم يفوتوا على الويب سايت، كل التفاصيل على الويب سايت، بوسترز، كل الايفنتس موجودين اندر ذا ايفنتس سكشن، ذي كان كليك اون ات، كل التفاصيل، هو تو كونتاكت، الايميل اللي بدهم يستعملوه اند سو اون سو فورث. نحن اكيد اعلنتوا عنا هيدي المسابقه اوريدي؟ ايه اعلنا عنها وعم نتواصل مع اشخاص عم بتحب تشترك في كثير مدارس من مدرستكم من جامعتكم كمان اكيد هن سبورترز لهذا الايفنت اكيد، واليوم اللي عم بيصير كمان دافع زياده لهم لانه عم يحكوا اكيد مع تلاميذ المدارس. اكيد مها انا بدي اتشكرك وان شاء الله دائما بتضلوا بهالهمه يعني بكل النشاطات اللي عم بتقدموها. جود لوك. رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بنكون مع الشيف شادي ورشدنا.